جاءك عن رسول الله إياك أن تدعه، إياك أن تفرط فيه. فالله تعالى يأمرك بأن تطيعه، قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأنت مأمور بأن تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءتك سنة عن رسول الله، أمر عن رسول الله في لحيتك، في ثوبك، في لباسك، في أكلك، في شربك، مباشرة بادر سنة رسول الله بالاستجابة. اليوم هناك من الناس وإن قال أشهد أن محمد رسول الله، وإن قال أنا أحب رسول الله، فنقول محبة رسول الله لا تكون إلا باتباعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم. لم يقل قل إن كنتم تحبون الله فأحبوني. فكثير من الناس يدعي حب رسول الله، ولكن الدليل الصادق والميثاق الحق بأنك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن تتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تعمل بما عمل به النبي عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم رسول الله، يحببكم الله. فإذا ينبغي علينا أن نكون صادقين في محبة رسول الله وفي اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن نعمل بكل ما جاءنا من خبر وأثر ودليل صحيح عن رسول الله، ولا نقبل في ذلك مساواة من أحد. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يدعها لقول أحد من البشر. يا أخي